السلام عليكم، سميتي فاضلة بناني مؤسسة ديال الماركة أماز، اللي هي ماركة ديال زبرديلة مغربية 100%. هو مشروع متضامن وأيضا تيحافظ على البيئة. في الأول ما كنت نعرف والو في لو دومين ديال الصباط والزبرديله، انا ديبلومي من ايكول دو كوميرس. هذا المشروع هو فريمون جا بحال شي حلم، كان تيبان شويه بحال الا ما كانش واقعي، كان شويه بحال سورياليست. مقاول هو باغ ديفينيسيون ما عمره ما تيكون متاكد انه المشروع ديالو غينجح، ولكن خصو يكون عنده داك الثقه في المشروع ديالو والثقه في نفسه، ما يديهاش بزاف في لي كريتيك نيجاتيف. Un entrepreneur, même que l'autre, il court encore moins une jette. بدون داك لا بريز دو ريسك، سي اون كونديسيون كلي. وديما الواحد يقول راه زعما كاين باس، واخا كاع يكون ان ايشيك، واخا كاع نفشلو راه ما كاين مشكل، هادي هي الدنيا، راه لي ايشيك راه تنتعلموا منهم. توجور زعما ريبوندير اي ابري تروفي اون اوتر سوليسيون، اون اوتر بروجي. دونك الواحد ما يخافش من داك لا بريز دو ريسك.